الحياة فهم. الحياة فهم. صح عليك. روض بن يعلان شكون ضايف في إذاعة حياة فهم من نصف النهار الماضي ساعتين بحذاك فتار. مرحبا بك، نستناوكم إن شاء الله من نصف النهار الماضي ساعتين على إذاعة الحياة فهم، ونستناو خاصة تليفوناتكم. مرحبا بكم، غدوة تليفوناتكم مع رؤوف بن يغلان وطارق سلامي في إذاعة حياة فهم، باش نقربعوها، باش نقولوا برشا حقائق، باش نقولوا برشا حاجات. الحياة فهم. الحياة فهم. صح عليك. التواصل اللي يمكن يكون بين التلاميذ الطلبة en l'occurrence à l'université معناتها بين الطلبة بين الطلبة ومحيطهم الجامعي بطبيعة الحال، والطلبة والمؤسسة الجامعية مع محيطها الثقافي محيطها الاجتماعي. نعم. احنا نشكو من حاجة خطيرة برشا، هو الانفصال بين المعرفة والثقافة. يعني المؤسسات التربوية تعيش وحدها والمؤسسات الجامعية تعيش وحدها، وسمحني نقول لك اللي بعض جامعات أنا نسميهم كعبارة على جزرنا متاع معرفة، جزرنا متاع علوم، وخارج الجزرنا هذه ما ثم حتى تواصل، وهذا يمكن عنده تأثير كبير على ما نحن عليه الآن. علاش؟ معناتها عندما تنفصل التربية على الثقافة، عندما تنفصل الثقافة على الحياة الجامعية، عندما يكون ثم سيباراسيون بين الساحة الثقافية والساحة الفكرية، الساحة المعرفية، الساحة الجامعية، هذا عنده تأثير على موقع المواطن في المجتمع. هذاك علاش اليوم موقع المثقف في المجتمع، عفوا موقع النخبة في المجتمع، وهذاك علاش اليوم النخبة متاعنا ما هيش مؤثرة، ما هيش فاعلة في الحياة الاجتماعية. وهذايا معناها حاسين به الإطار الأكاديمي وكذا، ولقيتوا الترحاب معناها من المؤسسات التربوية؟ لقيت ترحاب كبير من المؤسسات التربوية، فاقوا ساعة قبل كل شيء اللي ثم مشكل، والمشكل هذايا لابد له من حلول، وما ثمش مشكل ما عندوش حل، ولكن ما يكفيش أن نقولوا يلزم حل للمشكل، خاطر إذا ما نعرفوش شنو الحل معناها ما فهمناش المشكل. إذا درس المشكل بفصائله، بجزئياته، بمكوناته، بكل دقائقه، بفهمه بالشكل معناتها متعدد الأبعاد ومتعدد الرؤى ومتعدد التصورات، لأن المشكل معناتها ما عندوش وجهة واحدة بركة، عنده وجهات متعددة، وجهة اجتماعية، وجهة اقتصادي، وجهة تربوي، وجهة ثقافي، وجهة أخلاقي، وجهة سياسي، وجهة مؤسساتي إلى آخره. دونك هات نشوفوا كيفاش نعتني بالشباب نتاعنا في المعاهد، كيفاش نعتني بالشباب نتاعنا في الجامعات. دونك اليوم في اللقاء نتاعي مع الجامعة وجاء حضر معناتها الريكتور حضروا نعم السيد العميد نتاع سيادتك أنت تعرف المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، السيد الدكتور معناها نائب رئيس الجامعة الدكتور طه قرفيل، السيد خالد الفيدي اللي هو مدير مركز المهن وأشهاد الكفاءات. إذا كلهم معناها حسب ما تقول سيادتك معناها عبروا على انفتاحهم على الفن والثقافة، وقالوا حرفين احنا هذيش ناقصين باش نعملوا قنطرة جسر بين الفضاء الأكاديمي والمحيط الاجتماعي. Absolument. جيت على أساس هذا. نعم. والحقيقة معناتها أنت دفعتني للمسألة هذه، وأنت اللي خلقت معناتها التواصل مع المؤسسة الجامعية، وتحمست وقلت خلي نجرب روحي نشوف ثم نلقى شكون يفهمني وإلى علاش؟ لأن الصعوبة كبيرة، لأن المؤسسات نتاعنا منفصلة على بعضها، ما نخدموش بالتشارك، ما نخدموش بالتفاعل. المؤسسة التربوية مش نقول لك حاجة، تو مثلا قضية الشبابية، مثلا قضية الشبابية وزارة معناتها إدارة الشباب وحدها، التعليم وحده، التربية وحدها، معناتها البلدية تخدم وحدها، في حين الشباب معناتها مسألة شو مسألة تستحق رؤية شمولية، والرؤية الشمولية هذه تستوجب أنهم يتفاعلوا كل الأطراف المعنيين بالأمر، كل سواء
مؤسسات، كوسوسوا جمعيات، كوسوسوا معناتها مبدعين، كوسوسوا مفكرين، كوسوسوا اعلاميين، كوسوسوا معناتها المجتمع المدني. انا تجربتي في المساله هذه في معناتها خدمت برشا في التوجه هذا، ونخلق في تواصل جسور ثقافيه اذا بين المعرفه والثقافه. نعم. جسور ثقافيه بين المؤسسات التربويه، المؤسسات العلميه ومحيطها الاجتماعي. ونقول فيما يخص الجامعه والشعار تاعي هو بالعلم والثقافه ننتج التنميه ونحقق نحقق الإصلاح. نعم. لا يمكن للإصلاح أن يتحقق إذا المعرفة ما تكونش هي المخ متاع المشروع التنموي. نعم. لا يمكن للتنمية أن يقع إنتاجها بصفة معناتها مفيدة وبصفة معناتها قادرة على أن تكون متكاملة إذا ما يكونش الثقافة الجزء الفاعل ومن الركائز الأساسية للمشاريع التنموية، لأن التنمية عقلية يا أستاذي العزيز. نعم. والتنمية ذهنية، التنمية تصور، التنمية تفكير، التنمية مشروع، والثقافة تحتضن المسائل هذه وتأخذها. نعم. على عاتقها ونخلق بها لزاغورا. نعم. نعم. إذن سندخل في ثنايا الخطاب الجميل من الممثل المسرحي رؤوف بن يغلان، ندخل في الثنايا ونشخص المشاكل الموجودة عند وليداتنا التلامذة والطلبة. إذا هذايا إن شاء الله نرجع لكم بعد الأخبار، تتصلوا بنا على 70 035 120 لإبداء الرأي أو لإلقاء الأسئلة. شكرا، نرجع لكم بعد الأخبار. الحياة فهم، الحياة فهم، صح عليك. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية من إذاعة الحياة فهم. إذا نجدد التحية أيضا لضيوفنا الكرام، الفنان المسرحي المبدع الثقافي الميدياتور كولتيريل رؤوف بن يغلان. الحقيقة الكلمات معناتها شحيحة باش نعبروا على ضيفنا ونوصفوه. أيضا التحق بنا سي لطفي الحامدي وهو أستاذ فلسفة بمعهد ابن رشيق بالقيروان، وكيف ما بدينا من الأول سي عبد المجيد بن فرحات وهو معناها خبرة بيداغوجية كبيرة وهو رجل تعليم أيضا. إذا سي رؤوف، احنا قبل الأخبار كنا نحكيه على الجامعة والمدرسة بشكل عام، وكنا نحكيه على الدور الثقافي إلى آخره كل شيء، وقلنا أنه فما مشكل ولازم جسور تواصل بين الفضاء المدرسي وبين الشارع المحيط الاجتماعي. ما احنا كي نخمموا في ضرورة وجود جسور، إذا معناها فما مشكل. إذا هات نبداو نشخصوا المشكل، شنو هو المشكل؟ معناتها علاش احنا مثلا نعطيك، احنا عندنا الطلبة نتاعنا أو التلامذة نتاعنا معناها يكون معبي باللي فورمي الماتيماتيك ومعبي بالفيزياء ومعبي بالكيمياء، ولكن يمشي باش يعمل انترفيو ما ينجحش. علاش ما ينجحش؟ على خاطر ما يعرفش يعبر، خاطر في ذاته في داخله كل شيء ما نجمش يخرجه. ومن هنا يجي دور وجود الوسيط الثقافي أو الثقافة بشكل عام. إذا هات نشخصوا المشكل قبل ما نتعديوا للحلول. رؤوف، أي ساعة بكل شيء رزمو معنا الأستاذ حمدي، أستاذ فلسفة. نعم. والأخ والأستاذ عبد المجيد من فرحات. عبد المجيد زاد كيف اختصاصي في التربية. أنا دونك كفنان مش نقتصرها على باش نقسموا الكلمة مع بعضنا. نعم. ثم عدم توازن وعدم اكتساب القدرة على التعبير، والتعبير يلزم تتعود عليه بحيث لا يكفي أن تعبر إلا بالكلمة. الكلمة تسكن الجسد يا خويا العزيز. نعم. والتعبير الجسدي نحن محرومين منه، احنا عندنا بدن ما يعمل حد شيء الا انه ياكل يرقد يقف يقعد كهو، مثل ما حد شيء اخر. نعم. حد شيء، مثل ما كان البارتي الراس هي اللي تتحرك، ما عندناش. في التعبير الجسدي احنا كممثلين كفنانين مسرحيين ناخذ بعين الاعتبار المساله من حيث الحضور الجسدي ككل.
بحيث أن التعبير الشفاهي هو جزء من التعبير الجسدي وليس هو وحده المعبر على المسألة القضية الإنسان اللي نحب نتكلم عليه. دونك وهذا التعبير لابد من أن نعمل لزوم التالي باش نخلقوه معناتها نحطوه في ربط مع أسباب التعبير. الإكسبرسيون أ سا ريزون داتر، سا ريزون داتر سوسيال كولتوريل، هذاك مهم جدا. يعني سينو نوليو كل واحد يعبر وكل الناس كلنا نعبروا كيف كيف. احنا ثم معناتها خلفيات، ثم أسباب. مثلا كي نطرح أنا قضيتي أنا في نعبر ولا ما نعبرش، نسأل السؤال باش نقول بعد ما الطبيب قال لي وجايعك سببهم برشا حاجات من الصغرى حبيت تقولها ما قلتهاش، حبيت تشوفها ما شفتهاش، حبيت تسمعها ما سمعتهاش، هك الحاجات هذوك كبروا في بدنك ولاو يبقبقوا ولاو يغليوا وعملوا لك الكعابر، هك الكعابر تلكمتوا ولاو لك عقد رصات لك معقد. اي قلت له شنو نعمل؟ الطبيب قال لي ما تمره الا ما تحكي على داك، هذاك هو دواك. يا دكتور قلت له بالكش تخيني جيتك باش ناخذ رخصه معناتها نهرب من الخدمه، راني مريض بالمجد. قال لي عملنا لك تحاليل نتاع دم وعملنا لك سكانير وامورك مريضه، لبس عليك انت ماكش مريض، انت ما عندكش فقر في الدم، انت عندك فقر في التعبير. نعم انت عندك فقر في التعبير، يعطيك انت عندك فقر في التعبير. اذا نسأل كان نقول نعبر ولا ما نعبرش؟ اذا نعبر انا الاطار اللي انا فيه باش يحدد قدرتي على التعبير، الاطار اللي انا فيه باش ياثر على قدرتي في التعبير. يعني مش كيما نجم نتكلم هنا، كيما نتكلم في القهوه، كيما نتكلم في الدار، كيما نتكلم في المسرح. كيما احنا في المسرح الكلمه في المسرح ما تتسمى كلمه مسرحيه الا على خطرها ما تتقال في حتى بلاصه اخرى. نزيد نذكر الجمهور اللي حاب يتفرهد، الضحكه في المسرح ما تتسمى ضحكه مسرحيه الا على خطرها ما تتضحك في حتى بلاصه اخرى. سينو ما ثماش ابداع. وشنو الابداع؟ هو تقديم اضافه لما لا لما لم نتعود عليه، تقديم اضافه. ثم حاجه اخرى، ثم حاجه اخرى. الفنان معناتها العادي عنده زوز عينين، الفنان عنده ثلاثه. العين الثالثه يشوف بها ويرى بها الشيء الميراج العادي. وما عندوش ثلاثة وذنين، عندوش زوز وذنين، عنده ثلاثة وذنين، لأنه يسمع بالوذن الثالثة اللي ما يسمعش بها الإنسان العادي. هالثالثة هذه العين الثالثة والوذن الثالثة يبدع بها. الإبداع يلزم معناتها ياخذ منطلقاته من أنه يفجر الدخلاني بتاعه. إذا وقت اللي نجيو الطالب خويا العزيز نلقاه عالم علامة في 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 مواد إلى آخره، وتجي تحكي معاه تلقاه ما عندوش طرح نقدي، ما عندوش رؤيه نقديه، ما عندوش معناتها ياخذ الاشياء بمسلماتها ويكتفي بما قدمت له الاشياء، حفظها حفاظها ولا يقري فيها على خاطر قراوها كما قراوها له، وربما يل سومي اجور، مي يل سو كوني با، ما يعرفش ذاته داخليا. الاسباب ما يعرفش الاسباب، انه ثم قطيعه في البرامج التعليميه، قطيعه كبيره بين 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 الثقافة والمعرفة، قطيعة كبيرة بين ما هو وجداني وما هو عقلي، وذا أسست المدرسة. نعم. أنا وقت اللي مشيت للمعاهد وعملت أخيرا فنان في المدرسة وعملت ديزاغورا كولتورال وجبت التلاميذ مع الأساتذة ومع الأولياء ومع المدير بتاع المندوب بتاع التربية والمندوب بتاع الثقافة وحطيتهم مع بعضهم ووريت لكم قبيلة في الجامعة. نعم. سي طارق معناتها مشهد من كذا، وطلعت التلميذ باش يتكلم. هك التلميذ اللي هو بيده ما نجمش يتكلم قبل كتلاح فوق الركح وشاف روحه في فضاء يختلف على الفضاء العادي والمعتاد، ولقى روحه قدام جمهور داير به، ولقى روحه قدام اساتذه اللي مستانس يتلقن منهم ويتعلم منهم، فاصبحوا الاساتذه في موضع نتاع ناس يتلقاه منه هو. يعني الاستاذ المربي اصبح المستاذ، اصبح المربي. تبدل المواقع. تبدلت المواقع. نعم. والتواصل هذا. نعم. عندما تفقد التواصل وتقنيات التواصل والتدريب على التواصل وتعليم الطالب على
استعمال تلك التواصل بالطريقة أرحب ما يمكن ومعناتها بالطريقة المناسبة للشخصية زادة للي قدامك، على خاطر مش كيما معناتها نعمل المسرح في منطقة كيما نعمل في منطقة أخرى، معناتها توا كي باش نجي نتكلم أنا ثم مواضيع ما نجمش نتحدث فيها هي بيدها بنفس الكلمات وبنفس المفردات في سياقات مختلفة سنسراريان. دونك الفن يتفاعل مع الـ مع الـ مع الـ مع البيئة، يتفاعل مع الأفراد اللي هما فيها. دونك أنا شنو نعمل خويا العزيز؟ نعمل في حملة وبديتها، وإن شاء الله الأستاذ حمدي تو نوري لك العمل اللي نعمل فيه، واللي الوزير التربية ما تهتم برشا وكلمني على أساس قال لي سي رؤوف فنان في المدرسة باش ندوروا بها بحول الله إن شاء الله نعملوها في أنحاء الجمهورية. نعم. باش نخرجوا باش تتبنى الجسور الثقافية حتى أن تكون المواد الفنية مواد فوندامنتال أساسية. نعم. ما ثماش داعي أنه التاريخ والماتيماتيك معناتها يكونوا أولى من الرسم وأولى من الموسيقى وأولى من المسرح، على خاطر العقل لا يكفي، لابد من التوازن بين الوجدان وبين العقل. سامحني سامحوني طولت عليكم. لا مرحبا بك. اللي إذن فضائك إذن عن اتصال هاتفي، نعطيه الفرصة طبعا للسادة المستمعين باش يتفاعلوا معنا. إذن ألو على السلامة. الو عسلامة مرحبا بك. عسلامة عسلامة مرحبا بك. عسلامة سي رؤوف. عسلامة سي لطفي. أهلا وسهلا. بلوتو هنا تلميذة العمد سي لطفي الحامدي، الحقيقة دوب ما سمعت اللي هو بعدي معاكم فقرة ذي ما خممتش، هديت طول مش نعرف الحقيقة باش ما نكتبش عليك شنو هو السوجي بالضبط. أنا تلميذة قريت عمد المدة. إذا السوجي أختنا العزيزة، إذا السوجي هو علاقة أو ضرورة وجود الحس الثقافي الفني في الوسط المدرسي، شنو رأيك؟ والله شو نقول لك؟ طبعا بهدف تهذيب سلوك التلميذ اللي هو نهار اخر باش يولي طالب ومن بعد باش يولي فاعل في المجتمع، طبعا لابد من تهذيب السلوك ولابد من القضاء على العنف والقضاء على السلوكيات الدخيلة على مجتمعنا. اذا هاو معك السي لطفي مباشرة، تفضل. عطيمة السي لطفي. مرحبا بك، يسعدني برشا تدخلك. أمس سي لطفي. مرحبا بك. والله شلو. انا قلت لك ما عنديش الحقيقه فكره وما عنديش خاطر روحي باش نحكي في الموضوع. هذا يبدو تواصل قائم على الفن، يعني من غير ما نعرف الموضوع ثم تفاعل لك في برشا انسان. يسعدني برشا تدخلك. هو مجرد تدخلك واللوداس معناها الجراه اللي انت تحليت بها هذه في حد ذاته معناها انجاز. انس العزيزه نسمع كذا، كان خليك معنا. بيان سور احنا ما غير فن ما نجمو نعملو حتى شيء، معناها ما فماش حاجه ما غير فن، معناها مين من سي باش يوصل يعمل حاجه كيما نقولوا احنا بلغتنا العامه لازم الانسان هذاك يتفنن في الحاجه هيك. ديجا اكبر ممارسه فنيه هو الشجاعه نتاعك لما صمتي ونجحتي بك القوه هذيك. الفضل هذاك راني قلت لك ديجا هنا راهو الغايه من طلبت كهدف باش نوصل صوتي باش نشكرك. يعيشك باسم التلينتا الكل اللي قرينا عندك ورانا. يعطيك الصحة. سي الشلر يعيشك يعطيك الصحة. بالله خليني جوست سامحوني بالحق راني ما عنديش الفكرة كما قلت لك، أما الإنسان هذاك اللي عملوا معنا سي لطفي الحامدي. يعطيك الصحة. السيد القدير بمعهد ابنه رشيق القيروين رانا قد ما من 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 نعملوا معاه وقد ما نوصلوا ما نرجعوش ربع الشيء اللي عملوا معنا، أكيد مثابة الأب والأخ والأستاذ وكل شيء وبارك الله فيه وربي يبارك له. يعطيك الصحة. مشكورة مشكورة على الاتصال. عايش. والله عايش. أنا لهنا معناتها شكرا على الاتصال. إذا أنا لهنا مش نبني على هذه كانت تقول فيه التلميذة هذه سي رؤوف، إذا نشوف كيفاش معناها الطالب معناها أخذ المبادرة أخذ الانيسياتيف وخرج اللي في قلبه اللي كان ربما وكان أنا كاين الرفيها على الركح، معناها خرجت اللي في قلبها وشكرت أستاذها واعترفت له بالجميل اللي قدمه لكم. هذا دليل للتفاعل ما بين الأستاذ حامدي والتلامذة نتاعو فيه برشا فن. نعم. وهذا دليل اللي أن التلميذة نتاعو تتجرأ كما قلت وتاخذ المبادرة باش تتكلم وما تحسش حتى حرج باش تبلغ له
تحياتها وتحيات التلامذة كله باسم التلاميذ. نعم. لأن الفلسفة ما تعرف معناتها. نعم. معناتها تفرهد تفرهد العقل معناتها. نعم. وتفرهد الناس معناتها. نعم. كونتريرمون اسكو بونس بوكو ديون أنه الفلسفة معناتها دخلك بعضك وكل. نعم. مش صحيح الكلمة لسي حمدي. سي لطفي الحمدي. سي لطفي الحمدي طبعا لهنا مش نبنيو زاد على الاتصال هذايا. يعني شنية رؤيتك لضرورة وجود الحس الثقافي الفني في الوسط المدرسي طبعا دائما بهدف العمل على خلق تلميذ فاعل خاطر هو مش يقعد طول عمره تلميذ هو تلميذ فطالب فعنصر فاعل في المجتمع والله أنا مش ننطلق من التقط بشكل جيد الإشارات اللي قدمها لنا صديقنا العزيز المبدع السيد رؤوف حول مسألة التواصل. نعم. دونك هو المشكل يبدو لي أعمق. العنوان يوحي بأشياء ما. نحن مش نستأنفوا ما يوحي به العنوان. لما حكى على التواصل وحكى حتى على الحضور الجسد. هو الجسد لغة. نعم. اللون بيدو لغة. نعم. الابتسامة لغة. الكآبة صد للغة. ونمشوا بشكل أكثر ربما شو نقول أنه لولا الفن خارج الفن يستحيل التواصل إلى عنف نعم. علش دونك شنو منزلت الفن في المؤسسة التربوية رغم أنه العنوان كما قلت الفن والمدرسة الواو هذه هالرابطة بيناتهم تثير برشا تحرج التفكير نعم. خاطر لما فقط لما نتوقف عند عبارة فن هي في حد ذاتها تثير لنا برشا إشكاليات ورغم أني نحب نتحاول نتحرر من حلة الأكاديمي باش انفتح أكثر على الحياة وعلى ويكون التواصل أكثر أريحية مع المستمعين مسألة المدرسة في حد ذاتها وحدها تثير إشكالي فما بالك لو نتوقفوا عند العلاقة بيناتهم نعم خاطر الفن ينجم يكون وحتى في أصوله الإتيمولوجية الفن رفقاته عدة أحراجات في تحديد دلالته ومقاومته منذ الإغريق وخاصة في مستوى علاقته بالواقع والتواصل وهو ديجا لازال يحرجنا لأنه محتفظ بعناصر من دلالاته القديمة اللي هي تربطه بالتقنية تربطه بالتقنية ديجا نتحدث عن الفن قبل لدى الإغريق باعتباره ما يحيل على مهارة الصناع واستمر حتى في الثقافة العربية الإسلامية لما أبو الهلال العسكري وصديقنا عبد المجيد بيان بلاسي هو الأجدر على التقدير هذا حكى كتاب الصناعتين اللي هما الشعر والنثر وكأنهما صناعة دونك فقد انتظرنا شوية العصور الحديثة مع تحولات موضوعية اجتماعية واقتصادية وسياسية باش تحرر الفن واتجه إلى الإبداعية أو اتجه إلى أن يكون ضرب من اللاعبية فطرحت مشكلة وظيفة الفن اسكو الفن موكول إليه باش يقول حقيقة اسكو الفن يكون معني بالحديث على الواقع ومخاطبة الواقع أم أن الفن هو يظل كما قلت مجرد لاعبية جمالية ورهانه هو الجمال خارج دائرة أي انضباط لأي قانون اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي دونك هنا طرحت مقاربات مثلا مع المقاربات هذه هي الأثرة الحديث عن الفن وفي الفن لأنه لو ما معنى أن نختلف هو أن نوسع من دائرة الرؤية راو خاطر خارج كما قلت أنت كما قلنا قبل خارج راو هالتقديرات المتباينة للأمر ذي سوف نسقط في ضرب من الدغمائية الوثوقية إيش معنى الدغمائية والوثوقية هي ادعاء امتلاك الحقيقة ادعاء الوصاية على الحقيقة ادعاء احتكار اليقين وحتى الحق والقيم دونك هنا هالمقاربات المتباينة دي حول وظيفة الفن ثم شكون يقول اللي الفن لا يفترض أن يخاطب الواقع وحتى إن خاطبه يظل بالأخير شيء آخر غير الواقع وثم شكون يقول شكون هذا مثلا بول كلي نيتش لما يقول لنا الفن كي لا تميتنا الحقيقة دونك بيرغسون لما كلها مقاربات فلسفية ورؤى تقدر أنه الفن يفترض أن يكون خلو ومجرد من أي مضمون ويفترض أن يكون لاعبية قوامها
الابداعيه اللي هي تراهن على الجميل وتكتب الجميل اكثر من اللي تكون تراهن على قضيه معينه. المساله تولي اعقد هنا لما نربطها بالمدرسه. خاطر في سياق هالحوار هدايا وهالمقاربات المتباينه ثم شكون يقول الفن عنده وظيفه؟ نتحدث على هيجل. كلمة رائعة جدا يقول لك راهو الفن يعبر على المعقول. يمشي ابعد يقول لك الفن يعبر على المعقول. ايش معناه يعبر على المعقول؟ راهو تجلي للعقل. معناته موكول اليه مضمون معين. والمضمون هذا موضوعي. كيف وكيف الدين كيف الفلسفة. وديجا يقول كلمة رائعة ياسر يقول يأخذ الطفل حجرا يرميه في الماء لعله تنداح الدوائر لعله يفعل ذلك لكي ينتزع من العالم غرابته القاسية. يقول لك ضرب من المصالحة مع الواقع تبدأ بالتعرف ما يوصلوش لمرحلة الوعي لأن الوعي ما نوجدوش في الفلسفة. نعم. الفكر أو العقل يتعرف على ذاته في الفن من خلال الحس. يرمي الطفل حجر تنداح الدوائر ينجز ذلك كي ينتزع من العالم غرابته القاسية وكأن شرط إمكان المصالحة مع الذات يمر أساسا عبر هذه الرؤية الحسية اللي أمنها الفن. نعم. المسألة تتسع أكثر مع ماركس لما يقول أن الفن التزام حقيقي وأن الفن هو في صميم العملية التغييرية بل أنه يتحدث في كتابه الكونتريبيسيون ينطلق من سؤال كبير برشا نعتقد أنه من الأسئلة الكبيرة في تاريخ الفلسفة كيف نبرر خلود الأثر الفني رغم تاريخية العوامل المحددة له؟ كيف نبرر انجذابنا إلى اللحظة التي ولت ولن تعود اللي هي اللحظة الإغريقية؟ دونك يقول أن الفن يترجم هذا الانتصار بفرح مش انتصار عادي انتصار بفرح على مكبلات الوجود الإنساني على منغصات الحياة. دونك عند ماركس حتى نغير لابد من الفن ووظيفة الفن أساسا هي التغيير. السؤال لحظة شوية مش نتابع دقيقة شوية نعم نعم أنه في علاقة الفن بالمؤسسة في ظل هالتباينات هذه المدرسة على الأقل في مستوى معاينتها المقومات الموضوعية هي مؤسسة ولما نقول مؤسسة تفترض القاعدة والتقنين يعني تفترض حد من الإكراهات. إذن السؤال هنا كيفاش ينجم يتموقع الفن بهذا النزوع إلى الحرية فست مؤسسة تقتضي حد من العقلانية يفرضها النظام وهو من مقومات المؤسسة. نعم. هنا مش تولي لعبة بيداغوجية كبيرة. نعم. وتولي هذه زي ما تكون مدار حوار وطني كامل أنه دور الفن ومنزلته وموقعه والآليات البيداغوجية اللي تقربه للتلميذ في ظل واقع في ظل الواقع يسيطر عليه القبح. نعم. وفي ظل الواقع محكوم بالعنف. شكرا سي لطفي الحمدي. سي عبد المجيد طبعا طبعا احنا توا في اطار معناها التفاعل مع مشاريع سي رؤوف بن يغلان طبعا توا تعرف انت والناس الكل تعرف انه العالم توا يشهد تحولات غريبه عجيبه تحول رقمي كبير يعني توا قبل كانت مصادر المعلومه تقريبا معروفه كانت التلفزه البلنتين وندفعوا ديجا احنا في فاتورة الكهرباء ندفعوا في معلوم الإذاعة والتلفزة توا وتنجم تسيطر عليها وكان معناتها يا اما التلفزة يا اما الصحف يا اما الأسرة لكن توا راي مصادر المعلومة ما تنجمش تسيطر عليها وبالتالي فما غزو ثقافي فما ناس كي تشوف خبر فيسبوك ولا غيره الخبر هذاك تتحرى منه وما تنقلوش مباشرة وفما ناس يبارتاجيه طول على اساس انه حقيقة مسلمة ولهنا لازم وجود الفنان والمثقف لي التصدي للفراغ ربما الفكري هذا تعليق على الموضوع وطبعا دائما نربط مع مشاريع سي رؤوف بن يغلان اكيد انا باش ننطلق من كلمتك تحدثت على بيئة الرقمية هذه وعالم الانترنت هذا الفيض انت تحدثت على بيئة رابعة نعم ثم بيئة رابعة كاتريام انفيرونمون يعني كانوا قبل نتحدث على ثلاثة بيئات بيئة الأسرة ثم المدرسة ثم الشارع. البيئة الرابعة ذي فهم هذه البيئة الرابعة نحن نقول نحن نفهم الكون لنحسن التحكم فيه. علاش نبحث العلوم هي كل في الفيزياء وفي غيرها وفي غيرها باش نفهموا الكون. إن فهمنا الكون نجموا نعيشوا فيه نجموا نتفاعلوا معاه. أنا باش نرجع للموضوع توا اللي سي رؤوف بن يغلان بوصفه فنان منخرط في مشروع فنان في المدرسة كلمة فن تحيلنا إلى أعلى مخرجات الفعل البشري أرقى
ما ينتج الانسان هو الفن. والمدرسه اللي كما وصفها السي رأوف بن يغلان منذ حين وكما اشار لها الاستاذ لطفي الحامدي، المدرسه يعني سواء الجامعه ولا الكوليج ولا الليسي ولا المدرسه الابتدائيه، بقيت المعرفه فيها حبيسه الجدران. حبيسه الجدران، نحن لا نذهب الى المدرسه، ما نمشيوش المدرسه باش نقيموا غادي ونبقاو غادي، احنا نمشيو المدرسه باش نغادروها بكفايات حياتيه جديده، باش نعرفوا احنا كيفاش نتصرفوا مع المجتمع. هذه النقطة الأولى. إذا بالتالي المشروع هذا يتنزل في إطار ربط. هنا سي عبد المجيد سامحني نقاطعك، لهنا أنت قلت لي نمشيو للمدرسة اللي باش نغادروها بكفايات معينة. أي نعم. إذا كان أنا نغادرها بكفايات معينة والكفايات ما نجمش نستعملها. وهذاك علاش؟ يعني هنا دور الفنان. هنا نعطيك هنا علماء التربية سموه هذا بمعنى التعلم. لو سونس دابرونتيساج. يعني الشيء اللي تعلمته انا في المدرسه صالح لي لبرا ولا مش صالح لي؟ نعم. انت تقول لي مثلا على سبيل الذكر احفظ المحفوظات هذه. نعم. جوست باش تاخذ عدد. ناكد لك برشا ما يحفظوش. تقول له احفظ المحفوظات هذه، راك مش تقراها في سيريموني، في حفله حاضر فيها سي رأوف بن يغلان، حاضر فيها سي لطفي الحامدي، بيت يحضر وبيت يحفظ ويقوم بكري من الفجر. علاش؟ على خاطر انت اعطيته معنى للتعلم. الشيء اللي تعلمه اعطيته معنى في الحياه. ما شاء الله. الفن هو هذه الواصله بين المدرسه والحياه. وذاك ليش لازمنا نراجعوا، لازم نراجعوا مضامين التعلمات وجدواها ونفعها في الحياه. اما نحب قبل ما نختم الكلمه هذه، تفضل، ربما ثم تليفون، نقول حاجه. راهو هؤلاء الذين نراهم اليوم في الشارع، اولادنا بلباسهم وبحلاقتهم وبسلوكهم وبملفوظهم، راهم اولادنا، هم هذاك انتاجنا، هذاك اش خرج من الاسره التونسيه. نعم. وهذاك اش خرج من المدرسه التونسيه. نعم. لا جاونا من وقت اخر ولا جاونا من بلاد اخرى. نعم. هو هنا انت تفضل. أي. هنا حبيت نقول جيب لي سؤال معناها. أي. وسؤال ليك ولرؤوف من بعد. نعم. اذا هو التلميذ لهنا هو ضحيه التلميذ ولا هو شريك في بصرف النظر يكون ضحيه مش ضحيه، هو انتاجنا، هذاك احنا اش خرجنا. نعم. وما يصدر من شبابنا. ما علاش تلوم فيه كي انت اللي خرجته؟ انت اذا هو ضحيه لهنا. بيان سور. بيان سور. هذاك اللي حبيت نشير انا، خاطر توا ناس وثم تحدثت عن مساله الاختلاف. نعم. الاختلاف نحن نتذوق بذائقه ابنائنا، نذوق في بقعتهم ونحبوا نلبسوا في بقعتهم. ايه. ونحبهم يتكلموا على السنتنا نحن. نعم. اور هم عندهم عصرهم. ايه. وعندهم وقتهم. يلزمنا نفهموا المساله هذه، مساله المسؤوليه ومساله وضع الاصبع فين المشكل. ثم وهن. نعم. ثم حلقة ناقصة في الإطار هذا. في الإطار هذا سي طارق. نعم. الفن والمدرسة هو فرضية حل. نعم. هو فرضية حل. نعم. من أجل فهمني تحقيق المأمول، باش نراو المجتمع كما نريد أن يكون وكما يجب أن يكون، مواكب العصر ومواكب التحديات العصر. نحبه فعل. ثم اثنين، إيه موقعه هو. مرات أنت كي يحضر أعطيه موقعه. تو شبابنا أولادنا ماخذين ادوارهم. نعم. احنا سطونا على ادوارهم. نعم. فكيناهم الادوار. نعم. فهمني. نعم. ما اعطيناهمش الانيسياتيف. شكرا. شكرا استاذ مجيد. رؤوف بن يغلان، اذا انت في مسيرتك الفنيه طبعا انت وصلت حتى حاورت، ونخرجوا شويه حتى من المدرسه، ولو انه مش باش نخرجوا منها المدرسه، لانه انت اللي حاورتهم، اللي حاورتهم في الحرقه وفي غيره واحد كل شيء، هذوما ربما فيهم ناس متخرجين من الجامعه وغيره. إذا أنت وصلت معناها مشيت حاورت الناس الحارقين وعملت معاهم أعمال فنية ورفعت شعار معناها اللي يحب يحرق يحرق للثقافة ما يحرقش لإيطاليا وغيره، مع احتراماتنا للبلدان الكل. إذا لهنا المساج هذايا كيفاش استوحيته أنت المساج هذايا؟ شنو حبيت تبلغ؟ إيش معناها حرقة للثقافة؟ شنو الفراغ اللي ربما إذا كي يتغطى الفراغ هذايا ربما يولي المواطن او الشاب يحرق للثقافه؟ اذا قبل ما تجاوبني رؤوف نستسمحك، عندنا تليفون ناخذوه. حاضر التليفون. الو الو، السلام عليكم. مع السلامه. السلامه، مرحبا بكم. عايشك عايشك، تفضل. تحيه للحياه فاهم العاملين بها الكل وعلى البرنامج اللي فيه. مرحبا بك. مرحبا بك. يعيشك. مرحبا سي رؤوف. اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا بك فرواد. يعيشك بالخلوفي. يعيشك بالخلوفي. يعيشك. انا والله حبيت نتدخل على
اهميه الفن في حياه الطفل. منال انت شنو قلنا، انت تلميذه طالبه؟ انا نقرا مربيه طفوله اولى مبكره. مربيه طفوله اولى مبكره، ممتاز. تفضل معك رؤوف بن يغلان. يعيشك نسي، عافيه رؤوف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعيشك. سي رؤوف، انا حبيت والله نلك انت معناها بالذات باش من المنبر نتاعك هذاك تشجع الاولياء باش صغارهم يشاركوا في النوادي هذه نتاع الفن بصفه عامه، وقديش عندها معناها فوائد نفسيه وتعليميه على معناها على جميع فوائد القلب. كيف نحكيو نحكيو على المسرح ونحكيو على الرسم ونحكيو على الموسيقى، وكيفاش هذوما الكل يشاركوا فيهم الصغار، قديش فريمون يحدوا من الهم في المدرسه وقديش عندهم فوائد معناها. الو ايه نسمع فيك نسمع فيك. قديش يحبوا معناها من العنف اللي توا موجود في المؤسسات التربويه. ماذا بيا لو كان معناها تشجع الاولياء على انه معناها يبحثوا غير النوادي. نعم وصلت الفكره منال. اذا انت ترى ضروره للانشطه المسرحيه والثقافيه للحد من العنف المدرسي، وتوجهت بسؤالك لرؤوف بن يغلان وهو يجاوبك. شوف مش نحكي شويه بصفه مبسطه، بارك الله فيهم الاساتذه بيداغوجيين. نعم. صاحب بالكل شيء اختصاصهم بيداغوجي، وانا اختصاصي بالحقيقه ميداني تعبيري معناتها. نعم. لو سمحتم. نعم. لانهم ما عندهم مشاغل بيداغوجيه. نعم. تحطوا من خلالها هي بالمعرفه نتاعهم وبالكفاءه نتاعهم وبالتجربه الميدانيه ايضا والمعرفيه. نعم. انا من خلال التجربه المعرفيه نحكي زاده من خلال ممارستي انا في هذا العمل، التوجه للاخر كسوا فوالا كسوا المتفرج والا التلميذ ولا الطالب كي نبدا نتفاعل معه. شوف عاش خويا، سهله بالنسبه لي انا، سهله لكن سهله على خاطر سهلتها باش نفهمها، وقعدت نفركس ونبحث ونقرا وندرس. الانسان ماهوش عقل يفكر فقط، الانسان وجدان. عندما نميز العقل على الوجدان نخلق عدم التوازن، وعندما نميز الوجدان على حساب العقل نخلق عدم التوازن. فعلي. الانسان سيتانتو، لابد من خلق الاكيليبر في المكونات نتاعو. اذا هل الاكيليبر هذايا ما يكفيش انه الانسان يفهم بعقله، لازم يفهم زاده من خلال تجربته الحسية. تجربته الحسية هذيك معناتها ينطلق منها التفكير العقلي باش ينجم يميز بين الغف والسمين، بين الصالح والطالح. لأن العقل هو اللي يعطيك الإشارة باش تفهم، هو اللي يخليك معناتها تفهم وتستفهم وتستبصر. ما تخليش روحك للانفعال وللانفعالات فقط. يقولها إدغار بوران ان معناتها لا ريزون كوندوي لا باسيون، مي لا باسيون نوري لا ريزون. لا باسيون نوري، يغذي العقل. اذا هذا التفاعل لابد من ان يتوفر عند الانسان. الانسان بصفه عامه لكن هات نبداو بالتلميذ. عاش خويا، وقت اللي انت تعودوا على منطق الانفعال، على لغة الانفعال، على تفكير الانفعالي اصلا، بطبيعة الحال غدوة كي باش تجي تقول له ارزن وشوية منطق كله باش يقول لك لا انت غلط، ما نتفاهمش معاك. اذا المدرسة ما تكونش هي اللي تعطي في ادوات المعرفة، مدرسة معهد جامعة اللي تعطي في ادوات المعرفة، واذا هالمعرفة هذه ما لا تتضمن معناتها التواصل بين الوجداني والفكري، وقتها باش يتخلق الديزيكليبر في المجتمع نفسه. فعلا في المجتمع نفسه. قبيله قلت لك سي طارق اللي مصيبتنا انه ثم قطيعه كبيره بين المعرفه والثقافه، الثقافه بكل مكوناتها. ولو سمحني كي نتكلم على الثقافه مش الثقافه كما نحن عليه، الثقافه كما يجب ان نكون عليه، والثقافه التي كما يجب ان نكون عليه تاتي من الفعل الثقافي الابداعي، لان الثقافه بالمعنى الانثروبولوجي يعني انت كما انت، أمامتني ولا لكن أنا ما عادش حاجتي باش نكون أنا كما أنا، معناتها أنا كما يجب أن أكون. وكيفاش لازم نكون؟ نكون حر. وباش معناها نكون حر؟ إيش معناها نكون حر؟ إيش معناها ما نكونش تابع لغيري؟
اش معناها ما نخذش المسلمات ما نتقبلهاش ومعناتها ندافع عليها؟ اش معناها نكون حر؟ معناها نتعرف على ذاتي، معناها نفهم روحي، معناتها انا نستفسر ونضع الشك طريق لليقين، وهذا ما ينجم يكون الا بالسؤال والتساؤل. استاذ فلسفه قدامنا، اذا يعني الناس اللي نتعامل معاهم التلاميذ والطلبه والجمهور والبطال والخضار والفلاح، كي نمشي نعمل معاهم لاجورا، اول حاجه نخلقها هي ساحه السؤال، ساحه التساؤل. وهذا مهم جدا، انه ما يكفيش انك تسال، يلزمك تعبر زادة كذلك. وانا نخلق الارتباط للانتقال بين التفكير والتعبير، الانتقال من مرحلة التفكير إلى مرحلة التعبير. لكن هذا التعبير يجب تتوفر فيه معناتها المعرفة لمن يجب أن نعبر عنه. نرجع للتفكير، التفكير يكون معناتها يتخدم زاد كذلك في علاقة مع الحلقة التعبيرية. فهمت يا شوي؟ دونك الوجدان الحسي، ربي خلقنا سبحانه معناتها يعني عقل باش نفكروا به، لكن خلقنا معناتها الانستان نتاع نشوف، معناتها نتاثر بالشوفان ونتاثر بالسمع. هيك الوذن يلزمها تتغذى حبيبي، يلزمها تتغذى، راهو مش كان ما ناكل الخبز وناكل، معناتها الانسان مش ياكل ويشرب بركة، الانسان يفكر، الانسان يحس. هي الاحساس هذاك كيف يقع تقضيته سيدي العزيز؟ كيف الفن؟ وذكر الأستاذ حمدي قبيلة كيفاش أن الفن معناتها في بدايته، معناتها هو يقول ثم شكون يقول الفن قبل الفلسفة مثلا، الفن عايش خويا يعني يضع الإنسان بكله شكلا ومضمونا تفكيرا وتعبيرا حسا وعقلا. ها المصيبة هنا، وقت اللي نمشيو للمدارس ونمشيو للمعاهد وكل ما تحكي كان تفكير، ما تحكي كان تفكير. إذن هنا ماركوز وقت اللي يعمل الخدمة بتاعه باش ربط بين ماركس وفرويد خويا العزيز، وانت تعرف لوني ديمونسيونيل، لوني ديمونسيونيل هذيك الخدمة الجبارة هذيك خويا العزيز اللي أنا نعمل فيها، نعمل في حملة سيدي لطفي، نعمل أي يعطيك صح، نعمل في حملة باش نمشي نقول ونطلب مع التلامذة وسورتو مع الأساتذة. الحق اللي نلقى منه عندهم تشجيع كبير في الحملة بتاعي تاع فنان في المدرسة، ونعمل إن شاء الله حملة بدات معناتها في فنان في فنان في الجامعة، أنه نطالب بتأسيس مواد معناتها مواد الفن كمواد أساسية، معناتها باش الإنسان يتدرب على أن يكون متوازنا بين عقله ووجدانه. فهمتني؟ معناتها سينو اونيسكي دون لا سكيزوفرينيه توتال، معناتها سينو في الانفصال، في الانفصال. وذاك علاش مجتمعنا مريض، لانه يعيش انفصال، لانه تكون وتدرب بالانفصال. انه خب بتاعنا علاش بعيده على الواقع؟ لانها التاسيس المعرفي بدايه كما قلت لك سيدي عبد المجيد قبيله، انه الجامعه منغلقه مسكره على روحها، ما عندها حتى سيره بالواقع، ما ثماش تفاعل بين المعرفه والواقع، بين ما نتصوره من مشاريع معرفيه باش نخلقوا الدنيا باش نبداو باش 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 ونهبطوا اللوطه، نجيو للمجتمع، نجيو للساحه العامه، نجيو للقهوي، نجيو للواقع، نلقاو روحنا معناتها ثم عدم قدره باش نجم معناتها نعيش بالشيء اللي كنت نفكر فيه. نعم. إذن سعد مجيد نستسمحك، إذن عنا اتصال هاتفي. إذن ألو. ألو، عسلامة. عسلامة أختنا سابرة، مرحبا بك. وبيك أكثر يا عايشك، ربي يفضلكم وإن شاء الله ديما هكا منورين يا ربي. يا عايشك ينور ذاتك. سابرة أنت شنو قلنا إيش تعمل؟ أنا حجامة. مرحبا بك، مرحبا بك. اذا عايش تفضل تفضل تفضل. مرحبا بك يا سي رؤوف. مرحبا بك، نورتنا القروان. يفضلك ربي يبارك لك. عايشك والله، انا واحده من الناس فرحت بيك والله. عايشك يعيشك، شرفتني والله العظيم. يعيشك حتى انت شرفتنا، ومرحبا بيك وان شاء الله ديما هكا منور. يعيش اختي، يعيش اختي. ادخل معنا في الموضوع الفن نحكيه، واحنا باش الفن ايش معناها؟ احنا كي نقولوا الفن معناتها انسان يعرف يتذوق الدنيا وحياته وحواته يعبر عليها ويتنفس. أيه؟ يتنفس يتنفس. احنا اختي وصلنا معناتها ندافعوا على الفن كانه معقول واحد يدافع يلزمه رواري باش يتنفس؟ الفن هذيك هي نتنفسوا بيها في الواقع، في عيشتنا، في حياتنا اختي. اكيد. أي. اكيد.
خاصة المسرح ويبدا الصغيرات خاصة في المدرسة يعلموهم يرجعوا بهم برشا حاجات نتاع قبل توا ما عادش. توا قليل قليل ما عادش. قبل الصغير يحطوا له حتى شجرة هكا ويقولوا له أي أعمل حاجة وقادي ويبدا يعبر ويبدا هكا تحس توا ما عادش. وهل ما عادش هذا يا أختي حسب رأيك ما عندوش تأثير على وجودنا على حياتنا؟ أكيد سي رؤوف والله أكيد أكيد. توا صغير مثلا قبل حتى بنية حتى صغيرة حتى مو مسرح هو تلبس حتى طبلية هكا وتحب تعمل هي حاجة مثلا تحسب روحها في كوزينة هكا طيب ولا مثلا تعمل دور متاع تكسحة ولا تكسحة حاجة هي أصلا غادي كتمثل يعطيك الصحة يا سابرة تكتي للمسرح توا ما عادش توا ما عادش. هو صغير حتى في حد ذاته كي يعطيه في المدرسة خدمة ويجيبش يخدمها ما ينجمش يعبر عليها علاش خاطر هو مثلا فما حاجات هو ما يعرفهاش هي مو من لا شيء نخلقوا شيء نحن ولا لا يلزم برشا حاجات تبدلت والله برشا حاجات تبدلت يعطيك الصحة. انا ديما يقعد المسرح مسرح يقعد يعطيك الصحة صابر خاطر هو المسرح تحديته ولو ثقافة. نعم 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 يعطيك الصحة الصابرة على تدخلك معنا ووصل المساج نتاعك يعطيك الصحة بارك الله فيك. إذا نرجع نواصلوا حوارنا نخرجوا شوية هكا من التلميذ ومن الطالب ومن الواحد كل شيء لأنه هو رؤوف بن يغلان ما عندوش فنان في المدرسة فقط وعنده فنان في المدرسة عنده فنان في المدينة عنده فنان في الريف في الحقول في رؤوف أنت تقول لازم هو يعرف يفكر ولازم هو يعرف كيف ما نقولوا يفرق بين الاشياء واحد كل شيء. انت انا مش نستوحى سؤالي من مسرحيه نتاعك انت عارفك زادك في الشهريه وانت شكيت بيه عارفك زادك في الشهريه ما شكيت بيه قلت له انا ما نحبش انت عندك الشيخه والتفرهيده في تونس وفي الشارع وفي النوار وفي كذا وانت خليتها ومشيت للميزيريا فهمتي ومع ذلك وحتى القطوسه انت قطوسه بالنسبه ليك معناها حرقت علاش حرقت خاطر ما قادش ما تتمشم ما تمشمش في تونس اي توا لهنا اش مش يفكر هو فسر لي هذا مقطع من حرق يتمنى حرق على خاطرني عييت من الشيخات وتفرهيد ماشي مفركس في الميزيريا والتبرميد حرق على خاطر عارف يحب يزيدني في الشهريه وشكيت بيه قلت له لا يا اخي مش يشكي بيا هو مش يشكي بيا هو مش يشكي بيا خاطر ما حبيتش يزيد خير على خيرين ما قبلتش انا باش يزيدني في الشهريه توا يجي واحد يسالني يا رسول الله قال شنو هو باحث قال لي بربي علاش حارق هكا يا رسول الله تحقق تسالني علاش ماكش حارق معناتها هذوما هذا شخصيه مسرحيه مثلتها في مسرحيه حارق اتمنى فهمت كيفاش اخويا لطفي معناتها انا خطر عبرت على الاحساس بالاحتقان تاع حبيتها بشويه سخريه بطبيعه الحال حارق ومش واحد حارق خطرة حتى القطوسه حارقه نعم. على خاطر مع الشمامات مشمش اي الان لهنا الحقيقه نحب نسالك على المساج اللي حبيت تبلغه انت بالمقطع هذايا ولكن نخرج فاصل ثم نعود لمواصله الحوار مع ضيفنا رؤوف بن يغلان. الحياه فهم الحياه فهم صح عليك مثلا مساج مثلا توا الجامعات ولا تقري عن بعد الكليات معناتها المدارس والمعاهد في اللي نحكي على الدول الاخرى كلها ولا تقري عن بعد هنا الممثل عنده رساله يبلغها يقول راو الكورونا غيرت العالم راو تغيير كبير صار بسبب الكورونا وبالتالي لازم المدارس والمعاهد والجامعات وكل شيء تغير زادها في الستركتور نتاعها راو معناها قبل الكورونا رانا نوع وبعد الكورونا رانا نوع ثقافة يعني جديدة خلقتها الكورونا. شكرا على التوضيح صحيح بيصير وسبق راني كتبت وقلت في البلاتوات الإذاعية ولا التلفزية وبارك الله فيها مدام ليلى جبدت الموضوع هذايا. أختي العزيزة الحالة اللي احنا فيها والأزمات اللي نعيش فيها تفرض علينا أن نتفاعل مع مهنتنا كفنانين مسرحيين أو سينمائيين أو رسامين أو موسيقيين أو بشكل يخرج على العادة والمعتاد لأن الحالة اللي نعيش فيها ما هيش عادية أو ما هيش معتادة تماما. أنا قلت برشا مرات ونحاول تتبلور الفكرة ما عادش تتبلور بصفة فردية ما هوش مشروعي ذاتي شخصي حتى وإن كانت منطلقات جاية من تجربتي بعد 53 سنة مهنة نحاول مع الأساتذة بالخصوص باش نفكروا مع بعضنا كيفاش نقدموا مقاربة ثقافية إبداعية تربوية تكون خارجة على النمطية اللي عندها أكثر من 60 سنة
وتكون خارجة وبعيدة على القوالب الجاهزة اللي تخلينا نفكر أن الثقافة تقتصر على برمجة الفرجة فقط. يعني العمل الفني ماهوش عمل أدواتي. يعني من إذا نفكروا أن نتعاملوا مع الفن كأننا نتعاملوا مع أداة، وقتها تولي الأداة هذه تستعملها وقت اللي تحب. نعم. كما برشا ناس يفكروا أن الحرية أداة. نعم. في الحرية أداة، معناتها وقت اللي ساعدك أنت حر، وقت اللي ما ساعدكش أنت ماكش حر. أنت ماشي أداة، هي كينونة أصلا، هي فلسفة، هي تصور، هي مشروع. والفن مشروع، الفن تصور. أنت ما تنجمش تكون فنان من 6 متاع العشية حتى 9 متاع الليل وتروح وغدوة، وبعد في الصباح أنت خطيك. كما ما تنجمش تكون فيلسوف معناتها من 8 متاع الصباح حتى نصف النهار. كما ما تنجمش تكون شاعر زاد من 3 متاع العشية حتى 6 متاع العشية هكا كتبت قصائد وتمشي تروح على روحك. سي امبوسيبل، سي امبوسيبل. الفن كينونة، فلسفة كينونة، الشعر، الأدب، يعني حضور. يعطيك صحة، معناتها لا تتحدد بالمعايير المادية يفضلك. المعايير المادية عندها ضوابطها. الإنسان كما قلت لك أنا يجب أن يكون مكتملا، يجب أن يكون متوازنا، ولهذا التوازن الفن عنده معناتها فعل كبير 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 برشا. دونك احنا في المدارس نحب نأكد على ضرورة تأسيس المواد الأساسية. ومعايا أستاذ، نعم. أستاذ فلسفة، ودير بيني وبينك راهو في المداخلات بتاعي نعملهم في المعاهد وكل أكثرهم بطلبات تجي من 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 أساتذة الفلسفة. نعم. بصراحة من أساتذة بتاع فلسفة أكثرهم أساتذة بتاع فلسفة وأساتذة بتاع تاريخ وأساتذة بتاع أدب. نعم. ونحييهم برشا. سبب أدير اللي جماعة العلوم لا ما همش متحمسين لبروف اللي في الجامعة، وأنت سيادتك سيطرة والجامعة اليوم أنت أكدت على رغبتها. جامعة العلمية، ذكر اسم الجامعة أستاذ. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان. معناتها هذوما خبراء علماء في علم التكنولوجيا سي لطفي. يعني اليوم معناتها ابداوا استعداد كبير، فعلوا معايا برشا برشا برشا، وابداوا استعداد كبير لخلق معناتها معناتها برسك امبول كولتورال، خلق معناتها رؤيه ثقافيه تكون معناتها تتابع المسيره الطلابيه بتاع الطلبه بتاعها. نعم. جاوبناها اختنا ليلى، ان شاء الله يكون مساج نتاع رؤوف بن يغلال وصل لك. اذا توا سي رؤوف، وطبعا سي لطفي الحامدي المجال مفتوح لك باش تتفاعل مع ضيفنا الكبير. اذا سي رؤوف، انت كي تطلع الركع ولا كي تنشط في المجال الثقافي كل شيء، انت ما يطلع لكش التلميذ ولا الطالب فقط، انت ما تعملش فيلتراج، انت اذا تطلع لك الشرائح لكل المجتمع، وبالتالي هنا عفوا سيد المستمعين، هنا يجيني سؤال على دور الفنان في المجتمع. شنو دورك انت كفنان في المجتمع؟ شنجم تضيف له المجتمع ذي، ولا كيفاش تساهم في تهذيب السلوكيات هالرديئة اللي نشوفه فيها في الشارع؟ مجرد ان يتزمر عليه بسيارتك معناها يعمل لك عركة ويقف فهمتنا ولا؟ اذا ما هو دور الفنان في المجتمع؟ دور الفنان في المجتمع انه يخلق المجال للنقد المتوجه للمجتمع. هو اللي سمحني سي رؤوف فكري تحدث في ديما نلتقط منه اشياء هكا خاصه شويه، تحدث على المجتمع مريض، ديجا كلمه معبره برشا. نعم. ايش معناه مجتمع مريض؟ بمعنى شنو المبررات اللي خلت صديقنا يوصف المجتمع بهذا؟ معناته علاقه الفن بالعقده النفسيه. نعم. دونك المفروض كي نحاولوا نستأنفوا التفكير في ابعاد التوصيف هذايا نلقاو الامر هذايا حيل علاقه الفن بالعقده النفسيه. ديجا فرويد تحدث على انه الفن، وهذه نقطه على غايه من الاهميه، علاقه الفن باعتباره اليه للعلاج النفسي. نعم. كسوا العلاج في تقديري بالنسبه للغلط بالنسبه لفرويد بحكم منطلقاته العلميه تحدث على الذات كفرد، ولكن انا نجم نتحدث معاه على نجم الاول ونوسع من دائره التاويل لفرويد ونستنطقه في اتجاه اجتماعي. نعم. يتحدث يقول في كتابه على ما اعتقدك على ما اتذكر يعني مستقبل وهم، يقول ينسحب الفنان كالعصابي من واقع لا يرضى الى دنيا الخير، لكن الفنان يملك القدره على العوده الى الواقع. شو يقصد العوده الى الواقع؟ على مواجهه الواقع.
لما نقول العودة ماهيش عودة تقنية. نعم. ماهيش عودة يمارسها عقل أداتي راسيو انسترومنتال، لا، ولكن عودة تمارس ذات متحفزة للإبداع. نعم. بمعنى أنه الفن في السياق هذايا يولي آلية مش للعلاج فقط، مش للتجاوز أو التحرير الإنسان الفرد من العقدة النفسية، بل المجتمعات. ديجا أنا نجم نقول كما نستحضر كلمة دوستوفسكي ما قبلها لا، ولكن يقول ربط خارج الإبداع، أنا لا أحيا يومي، أنا أنجو منه فقط. الإنسان مش مبدع راهو مش يعيش في النهار، راهو قاعد يمنع منه. أي. لغة أخرى خارج دائرة الحياة. وهذاك علاش ممكن ياسر بعد الحصة الرائعة دي مش نكمل الحوار، يسعدني، حول علاقة الفن بالواقع والحياة. يسعدني، شنو الفرق بيناتها؟ سما الفرق بيناتها منها. دونك هو سوف إذا كان ثم ضوابط زمنية الحصة تو نخلقوا حريتنا، الحرية تبقى. يسعدني. سلطفي نستسمحك، سمحني. تفضل تفضل. إذا معنا هاتف، اتصال هاتفي. إذا ألو. ألو، مرحبا. مرحبا بك صديق العزيز، مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تحية من إذاعة الحياة فهم. مرحبا، أهلا وسهلا، تحية لكم من حامد جابس. أهلا وسهلا. من الأستاذ عطاء غيلوفي مدرس عربية. أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية لحامد جابس وكل مستمعينا في جابس. معك رؤوف بن يغلان. مرحبا سيدي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ، أهلا وسهلا. مرحبا بك سيدي، أهلا وسهلا، مرحبا. تفضل. مرحبا بكم سيدي على امواج اذاعتكم، ومرحبا بمستمعيكم الكرام. نتدخل معكم في موضوع الفن في الوسط المدرسي، والفن كوسيله من وسائلية ان شئنا برئي العنف المدرسي الذي تفشى في الحقيقه بين المؤسسات التربويه. والفن في الحقيقه هو منذ حين كنت معكم أستمع إليكم، أعتبر من الفن له علاقة بالواقع، ويمكن أن يجنح في الخيالي ويعود بناء الواقع. ولكني أرى أن الفن هو وسيلة من وسائلي، يعني يمكن أن تسلح بالفن لي إن شئتم مشابهة هذا الصنف العنف الذي تفشى في الوسط المدرسي. فعندما نطعم دروسنا بالفن مهما كان نوع الفن، فن تمثيلي، مسرحي، غناء، طرب، موسيقى، فالفن يصقل المواهب التلميذي ويساعد كذلك على بناء شخصيته. من هذا الباب إذا أعطينا قيمة للفنون عامة في الأوساط المدرسية، فإننا نساعد التلميذ على بناء شخصية صحيحة. نعم. بمعنى أن الفن يوفر له أمرين يحتاجهما التلميذ، سواء كان من السابعة أساسيا إلى البكالوريا، سواء كان مراهقا تجاوز تلك السن. فالفن هو متنفس. نعم. للتلميذ، وهو كذلك ضرب من ضروب الثقافة، لا سيما نقول أن الفن هو ثقافة. نعم. أنا أربط بين الفن والثقافة، لأن كلما تدنى الفن سواء كان في وسط المدرسة أو كان في مجتمع، سواء كان حتى في الفنون التي نتفرج عليها في القنوات المسموعه والمرئيه، كلما تدنى الفن فقد تدنى الفكر، لان الفن هو تمظهر من تمظهرات الفكر الانساني. نعم. انعم الله عليك. فمن هذا الباب فاني اشدد على ضروره إيلاء الفنون عامه إلائها قيمة كبرى في الوسط المدرسي، وخاصة نحن لدينا متسع في المؤسسات التربوية، أتحدث طبعا عن المؤسسات التربوية. نعم. الإعدادي والثانوي. نعم. لدينا فضاء زماني ومكاني. الفضاء الزماني هو يوم الجمعة مساء، كلها خاصة المندوبية التربية للأنشطة الثقافية، ولدينا كذلك المؤسسات باعتبارها الحاضن. لكن ثمة أمر لابد أن نشدد عليه، هو استغلال الفن بطريقة تأطيرية تنظيمية. بمعنى ألا نجعل التلميذ ينفلت كما يشاء، وكذلك لابد، قلت دائما ركز على جانب التعطية. نعم. أحسنت. فكلما نعم سيدي.
نعم قلت لك احسنت، معناها ما صحيح الفن والثقافه واحد كل شيء، ولكن تكون زاده فما نوع من الرقابه باش نبنيه، ومش لانه استعلال السيء للفن ربما يدمر. مش نعم سيدي مش الفن يدمر، مش الفن يدمر، طريقه تناول الفن، طريقه التناول. نعم 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 طريقه الاقبال، هذا المقصود. طريقة سيدي كريم، طريقة استثمار الفنون، طريقة استثمار الفنون والفن. نعم. داخل الوسط المدرسي. نعم تصبح تجارة هي، وتصبح بزنس وكذا، معناتها اللي تدور الأموال معناتها بطبيعة الحال. عند ذلك يخرج يخرج الفن عن مقصده الأساسي الذي رميت إليه منذ بداية مداخلتي. نعم. وهو أن الفن إن لم يساهم في صقل المواهب، إن لم يساهم في تطوير الذوق، إن لم يساهم في بناء شخصية الفرد، ولا سيما نتحدث عن طفل المراهق. ومن الصعب جدا أن نوجد لأنفسنا مكانا في عقل الطفل المراهق. فالفن في اعتقادي الطفل يقبل على الفنون، الطفل يبتهج بالفنون، لأن يمسه في حياته. منذ حين كنت معكم قبل مداخلتي، استمعت إلى كلمة جعلتها مدخل لحديثي، هو أن الفن يجنح بنا في الخيال. نعم. ويعود بنا للواقع. شكرا أستاذ عطاء، إذا رسالتك وصلت بارك الله فيك. إذا شكرا على تدخلك معنا، نوجه لك تحية أنت وكافة مستمعينا في حامد جابس وفي جابس وفي كل ربوع هذا الوطن العزيز. رؤوف بن يغلان، الحقيقة توا احنا يعني طرنا برشا في الفلسفة وفي معاني الفن وفي كذا وكذا، لكن احنا وكان نرجع شوية نحطوا سقينا على القاعة، نلقاو أن الناس الكل اللي تدخلت معنا تو، الناس الكل تدخلت تو، الكلها تشكي من العنف المدرسي، وتشكي من المشاكل اللي قاعد دين نعاني فيها، وراهو جحيم راهو جحيم. إذا لهنا ضرورة الفن في الوسط المدرسي وفي الوسط الجامعي وحتى في الشارع، لأنه معناها للقضاء على العنف. يعني تعليقك على السيد اللي دخل سي عطاء يعطيك صحة. ايه بارك الله فيك، دع تحية للأستاذ اللي كان عطاء من حمد. حبيت نتفاعل معاه، إن شاء الله تواتي فرصة حبيت نتفاعل معاه باش نشوف اللي خاطر توا برشا أساتذة يقدموا في معناتها مداخلات هامة 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 جدا. نعم. لكن هما بنفسهم ناقصين تناول الفن في حياتهم. نعم. باش نشوف. إيه؟ إذا العنف المدرسي هو جزء من العنف الموجود في المجتمع. إذا احنا تجاه العنف المدرسي نطالب بأن يكون الفن عنده مكانة، فماش ما يقلص من طاقة العنف داخل الأوساط المدرسية. زاد في نفس الوقت لازم نطالب بأن يكون الفن حاضرا قادرا على أن يكون فاعلا مغيرا في المجتمع نفسه. فعل معك شوية سي روف على التدعيم للمسألة دي، يعني من رهانات الممارسة الفنية بلوتو، يعني الإبداعية الفنية، هو أنه لما نتحدث على العنف رو نتحدث على غياب ثقافة الاختلاف. وش معناه ثقافة الاختلاف؟ اللي هي في تقديري هي المدخل باش نأسو لقيم الحوار. لما نقول ثقافة الاختلاف هو أني أتعلم فن الإنصات إلى الآخر. ممتاز. لأنه متى بدأت هي أصلاً؟ متى بدأ الفن؟ عندما بدأ فن الإنصات إلى الطبيعة وإلى الآخر. يعطيك صحة. يعطيك صحة. دونك خارج ثقافة الإنصات سوف يستحيل الواقع إلى عنف. نعم. باهي، وفي ظل سيادة هالسطو على الآخر، وابتلاع إرادة الآخر، وابتلاع حضور الآخر، مش تولي هنا ثم تبرير العنف، وخارج الفن سوف تتحول الثقافة كلها تولي آثمة كما يقول بوريكار. يتحدث على ثقافة آثمة لما تولي هي بيدها منخرطة في تبرير العنف. وأي عنف الأخطر كما يحكي عليه فوكو، يقول هو العنف الهادى والصامت والناعم خطير والمعقلن، خطير هو الأخطر، خطير لأنه يعني العنف هذا ما يبرزش وكأنه يتستر وراء شعارات معينة. نعم. أنا نعيشوا فيها. إذا للأسف وقت الحصة لا مش نعطيك فضاء حر رؤوف سامحني. إذا للأسف الشديد الوقت قصير برشا، ما فقتش بيه كيفاش تعدى. رؤوف بن يغلان باش نختمو نعطيك كلمة الختام. أنت بصراحة بارك الله فيك ساعة على الدعوة، وشكرا على الحضور وسي لطفي سي عبد المجيد. يجب أن نتواصل مع أحبائنا مع جمهورنا العزيز أينما يكون،
في المدارس، في المعاهد، في الجامعات، في الأحياء، في الأرياف، في الأحياء الشعبية، في كل المناطق. وأنا كما وريت لك بعض شهادات وقت اللي تقابلنا، معناتها عندي زاد عندي فنان في المدرسة، قريبا باش تسمع بيا فنان في الأرياف. نعم. لأنه هذيك زاد نوعية من العمل الثقافي تختلف شكليا، ربما تختلف حتى مضمونا، لأن الواقع الريفي يختلف على ما هو عليه في المدن وفي الأحياء. باش نعطيه الكلمة للناس هذوما اللي وكلوا فينا ويشربوا فينا، جماعة في الأرياف الفلاح اللي ما احنا نتغذاه منهم هما، واللي معناتها هما معناتها مصدر حياتنا، يعني من أق... من أ... من يعني لاموندر دي شوز، حتى الاكسجين ناخذوا فيه ناخذوا فيه من عندهم، وداير باش نلقاو باش نبعدوا من التلوث نمشيو نهربوا لهم هما. معناتها دونك حبيت نقول اللي الفنان لا خيار له اليوم ان كان يريد ان يكون فنانا باتم معنى الكلمه حسب رايي. نعم. فنانا انسانا بأتم معنى الكلمة، أنه ينخرط حيث هناك الحراك لتحرير الإنسان ولحرية الإنسان. ما شاء الله. هذا عش خويا. يعني الفن يدعو إلى تحرير العقول. نعم. من كل أشكال التزمت والتحجر والتعصب والعالمية. نعم. إذن جاء وقت الأخبار، نستسمحكم ونعتذر منكم، ولكن عندي نصيحة نحب نقولها لهنا في نهاية الحصة، اللي يحب يعمل بلاتو ماذا به ما يستدعيش أستاذ فلسفة، لانه معناها في الاخر، لانه في الاخر قال لك حتى الهواء ناخذوا فيه من الريف برا حل العدنتي الكلمه هذه. مستمعينا الكرام، ربي ينور ذاتكم، بارك الله فيكم. الحقيقه والله لافقت به الوقت كيفاش تعدى. ناس كاليبر عالي، روف بن يغلان وما ادراك ما روف بن يغلان، واخونا لطفي الحامدي استاذ الفلسفه اللي توا معناها قالنا الاكسجين ناخذوه من الريف، توا ان شاء الله ربي يستر ما يتحلناش بوليميك هذا على الاكسجين جاي من الريف. ربي ينور ذاتكم، تلقاو ان شاء الله في مواعيد أخرى. شكرا. إلى اللقاء. الحياة فهم. الحياة فهم. صح عليك.